نجيب العام كيمشوا لأول خطرة في التاريخ كان النقاش. أنا حضرت جميع الجموع العامة اللي فاتت سادتا هذيك أكثر من 15 سنة دائما تيدوز في السباق، أول خطرة كتتم النقاش ديال التقارير الأدبية والمالية. زيد على ذلك التقارير الأدبية والمالية كان فيه مغالطات كبيرة. حنا نهضروا الواقع اللي تنعيشوه يوميا في الملاحظات ديالنا ديال الواقع. كان سيد المدرسة كارثي بمعنى المقاييس. زيد على ذلك اللعابة تيمشيو لنا بمجان، مشاو لنا اليوم هذا العام 7 لعابة من فئة الكادر راهم في المنتخب، مشاو تمارسوا ديك ديال رياضة وسندروس، مشاو لنا فابور بمجان، كانت هناك استثارة، حنا دايرين التدقيق، ومشى لنا لعاب كابيتان ديال الفئة ديال الشبان، مشى حتى هو لمصر راهو في المنتخب. هنا ما كاينش، كانت لنا مباراة، كانت هناك بزاف ديال الكوارث اللي في التسيير، الناس ما بغاوش يحيدوا من الكراسي، لأن هاد الجمعية هما اللي تيسيروا الشركة نفس الأشخاص. بقاو باش يبقاو في الواقع، حتى واحد ما تكلم منهم لا اعضاء المكتب لا منخرط. واش القانون لحقاش اصلا الكاتب العام ديالنا تتحمل المسؤوليه ديالو؟ حنا غادي نمشيو للمحاكم، الكاتب العام منخرط حتى من بعد من العام اللي فات ودخل المكتب، اذا المكتب غير قانوني دائما كنت انا ديبي، هو اليوم هو جالس كاتب عام ما خلاش، لان عنده القانون تيجي للجمع العام ويحط الشك ديالو ويدخل لحالو السيد عام. وهذه من المشاكل، لان الناس بقات الكراسي مازالت العوده وبغاو يبقاو بلايصهم، ما كاينش اللي خاص يتناقشوا في القهاوي. الوافده تخرج الاثار ديالها في القهاوي بيناتهم اعضاء المكتب، كان خلاف كبير على طوال الموسم، واليوم جاوا بحال يتحلوا بغاو الواقعين ديالهم. اما شكل اخر ديال الشركه فحديث ولا حرج، لان انا كنت انا تنقول لك الناس بغاو الكراسي بغاو يبقاو فيها، والوافره غادي للهوات. انا تنقص الخطر جماهير الوافره غادي للهوات، لان الناس ما بغاوش يحيدوا من المقاعد، انا لا اقل ولا اكثر. اللي ما قدرش يجاوب فيها الداخل بناء على طلب السيد الكاتب العام في ما جاوبتيش، ما خلقش جواب عليها، قال اسكت. لا ولكن ديك الساعات ما خلقش جواب، ديك الساعات ما خلقش. شنو واقع؟ احسن واحد شنو واقع؟ صويت واش شنو واقع؟ شنو واقع؟ واش هذيك الاسئله اللي سولت واش كاينه ولا ما كاينش؟ يعني تقيدوا في كثير من النقاط، بزاف ديال النقاط تيتسجلوا. جميع النقاط نجاوبوا على نفس جميع النقاط، اي سؤال عطاتو الاخ ناديه باش نجاوبوا عليه. كان خصو يتسول في الجمع العام. إذا ما كانش شي مشكل كلشي مزيان. عندك شي سؤال أنا نقولو. للمزيد من المعلومات ما تنساوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوجة المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربحوا الرياضة.